الله، اما العيال دول راحوا فين؟ انت يا زفته. طيب عقبال لما الزفته ترد عليا. ايه يا جماعه، وانا لازم كل فيديو كده اطلع اتكلم معاكم؟ فين الناس اللي بتحبنا؟ ده انتوا وصلتونا ل 100,000 حتى. فين بقى؟ عايزين نوصل ل 200,000 قريب. لو كل واحد بيتفرج على الفيديو دلوقتي لسه ما عملش لايك يعمل لايك، واللي لسه ما عملش اشتراك عندنا في القناه يعمل اشتراك في القناه، عشان كل فيديو جديد ننزله يجيله على طول اشعار بيه. وما تنسوش تفعلوا الجرس. قشطه، عايزين نوصل 200,000 في اقرب وقت. كل ما تعملوا لنا لايكات في اي فيديو ننزله واشتراك جديد هنعمل لكم فيديوهات اكتر واحسن ان شاء الله. يلا اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك بسرعه. الله، ده ايه ده؟ كل مره كده اطلع اقول لكم قبل ما اشوف الزفتات دول فين. انت يا زفته خلي بالك عشان الواد ده بيجري بسرعه، او شكله هاكر على فكره، ده بيجري بطريقه غريبه. ايه ده؟ امك بتندي عليكي باين. ايوه فعلا، الواد سريع قوي مش عارف اجيبه. وفين ده؟ محدش بيندي عليا، دي بتندي عليك انت. والله بتمدي عليك انت، لسه قايله يا زفته. حتى اسمعي كده، فين ده؟ استغفر الله العظيم يا رب على الطرشه اللي بتردش ديت. اتطرشت اول لما سمعتني بندي عليها. ماشي، طب يا باسم اهو سمعت قالت ايه؟ يا باسم ما تحورش بقى. ما حورش ايه؟ والله قالت يا زفته الاول، بس انت لما ما رديتيش عليها راحت قالت يا باسم. طب والله انا اوريكي. ايوه يا ماما، الزفته جايه لك اهي. يا سلام، الزفت هتجيلك اهو كده. انت بتلبسني يعني معاه؟ طب مش طالعه وهلبسك انت معاه. ايوه يا ماما باسم جايلك اهو. البس بقى. الاتنين اتطرشوا. يا ولاد ال، طب انا عصب نفسي ليه؟ وحياه امك هتتضربوا النهارده. حلو قوي، لسه عايشين اهو، ما متوش يعني. هو انا مش عمال ادي عليكم ما بتردوش ليه؟ اللي ما شفتوش ريحه التربيه 5 دقايق. ايوه ماما سامعه، كنت بتقولي يا زفت الاول، وهي سامعاك وما ردتش. قالت اكيد عاوزانا عشان انضف واروق، ما هو ما فيش غيري في البيت ده، ما هو انا الشغاله والخدامه اللي في البيت ده. طب مش طالعه لها. انا قلت كده. ايوه حتى كمان قالت ايه زفته ديت، وانا ماليش اسم يتنهي بيه ولا ايه؟ طب مش طالعه واللي عندها تعمله. يا نهار اسود على الكذب. والله يا ماما ده كذاب وبيحور عليكي. يعني كدابه؟ وقلت ماشي، عايزه تطلع اخوك الكبير كمان كداب. طب تصدقي بالله انا ما كنتش بند عليكي اصلا عشان تروقي الشقه. طب وحياه امك عشان الكلمتين دول هتقومي تروقي الشقه ودلوقتي. والله العظيم ده ظلم، ده والله حرام. طب والله العظيم لو ارجيك. ماشي حاضر، اصبر عليا. شايفه يا ماما؟ شايفه. يخرب بيتك، هو انت لسه ما حرمتيش؟ ما هو لساني كلمتين قدام ده هو اللي موديكي في داهيه. يلا قومي ابدعي بالمطبخ. يا رب بقى علمتنا، ده انا وشي بقى ملطشه. طيب حاضر، جاي اهو. الله، هي الزباله لسه هنا؟ يا ابني هو انت ما وراكش غير التليفون؟ 24 ساعه ماسك التليفون. هتنزل ترمي الزباله امتى؟ وانا مش جيت لك من شويه قلت لك تاخد الزباله تنزل ترميها؟ يا رب بقى يا ماما. حد قال لك ان انا الزبال بتاع البيت؟ حد قال لك ان انا ماسك قسم الزباله يعني في البيت ولا حاجه؟ هو مفيش غير يعني، ما هو بولوز موجود على فكره، ممكن ينزل ياخدها ويرميها. ايه ده؟ انت بتعلي صوتك على امك ولا ايه يا باسم؟ انت بتعلي صوتك عليا؟ يا بوتاجاز مالك؟ ها اهدي، ها اهدي، ما صدقت انت شغلت الخمس شغلات مره واحده. اهدي على نفسك كده شويه، اطلعي انت منها. ها يا ماما مش قصدي، انا هفهمك. الله، ايه تفهم دي يا باسم؟ انت قصدك ان امك غبيه يعني وما بتفهمش ولا ايه؟ مش انا اللي قلت يا ماما هو اللي بيقول. يا نهارك اسود، انا ما بفهمش؟ يا نهار اسود، والله يا ماما ما قصدي كده. طيب حاضر، اصبري عليا. طيب حاضر يا ماما، هخلص الجيم ده هنزل على طول. تمام، وانت يا ستي بوتاجاز مالكيش دعوه. ها اطلعي منها انت، ما تدخليش في اي حاجه بيني وبين امك، ده انت عيله بارده. طيب لما اشوف 5 دقايق ونفسي ارجع الاقي الزباله محطوطه زي ما هي، اشوف هاجي اعمل فيك ايه؟ ايه بتقولي يا باسم؟ مش هترمي حاجه وبتشوح كمان؟ ايه هو لسه قايل مش هرمي حاجه؟ ايوه يا ماما، وشوح كده بايده وقال مش هرمي حاجه. لا اله الا الله ولا اله الا الله. يخرب بيتك، ده انا صدقتك، ده انت ولا اللي اكنك واخده دكتوراه في الحوارات. ماما انت هتعملي ايه؟ انا ما قلتش الكلام ده، انت هتصدقيها ولا ايه؟ لا انا مصدقاها، والخمس دقايق خلصوا ويلا هتنزل ترميها دلوقتي. طبعا دلوقتي. يا سلام، ليه مش دلوقتي يعني؟ مرضي ضالك. حاضر، اصبر عليا. حاضر. بس قبل ما ماما تيجي احط لها عاوزاها بسرعه. انت بتحطي من النص بتاع ماما؟ ايه؟ لا، لوش ايه؟ مش بحط حاجه. لا بتحطي من اللوز بتاع ماما يا كدابه، وانا هقول لماما. يا ماما يا نهار اسود. ماما ايه؟ لا ماما لا عارفه انت تيجي تطير عيشتي. بولس خلاص بس اسمع مني. مش انت بتحب الحاجه حلوه؟ ايه رايك هجيب لك جيلاكولا معايا وانا جايه من الدرس؟ مش انت بتحب الجيلاكولا؟ بس ما تقولش لماما. هتجيب لي جيلاكولا؟ ناسي، بس كتير وهاكلهم كلهم لوحدي. ماشي يا بولس، هجيب لك معايا وانا جايه من الدرس كتير، بس ما تقولش لماما. اتفقنا؟ يلا اطلع بره. يلا
يلا اطلع برا استهلكت ناقصاك يا اسطى. السلام عليكم. كل ده انا كنت مستنيكي. فين الجيلاكولا بتاعتي؟ يا نهار اسود الشلاكولا ده انا نسيت، وانا عمال اقول ناسي ايه ده هيعمل حوار دلوقتي. بص يا بولوز الصراحه انا نسيت، بكره لما انزل الدرس وانا جاي هجيب لك معايا بكره. لا انت بتكدبي عليا، وانا هقول لماما. يا ماما. ايه يا بولوز مالك؟ عارفه ماما قبل ما تنزل الدرس كانت بتحط روز من الاوضه بتاعتك بس كده. الروز بتاعنا؟ وانا اقول برضو خلص بسرعه كده ليه؟ اتشفط مره واحده ولا اللي اكله عامل دايت ولا اللي اكله عامل اضربك بايه؟ مخلصه لي حاجتي كلها منك لله. اهدي بس يا ماما فهمك، اهدي بس والله فهمك، انت فاهمه غلط. يا بولوز الكلب والله انا هوريك، اصبر عليا. ماما انت بتدور على ايه بس؟ اهدي كده صلي على النبي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اجري ولا اعمل ايه؟ اهدي بس هفهمك. بدور على ايه؟ ده انت يومك اسود معايا النهارده. طب وانا بدور ليه؟ ما هي في ايدي اهي. ده انت يومك اسود معايا، تعالي احسن عشان تبقي تنسي بعد كده احسن. انا زهقانه قوي. بقول لك ايه، ابوك وامك زمانهم في سابع نومه، ما تيجي نلعب لنا جيمين ببجي كده؟ ماشي، بس بقول لك ايه، قبل ما نبدا لعب وطي الصوت خالص عشان ابوك ما يسمعش ولا حاجه ويخش علينا يقفشنا. عيب عليك، ده انا لو حسيت ان هو داخل بس حسيت ايه، ده انا لو شفت خياله بس هقول لك وننام على طول. وحاجه ثانيه اهم، اللي يتقفش فينا وهو صاحي ما يفتنش على التاني ويشيل الليله لوحده. تصدق فكره حلوه؟ قشطه اتفقنا. بدل ما احنا الاثنين نتدرب، واحد بس اللي يتدرب فينا. تمام يلا بينا، انا هفتح اهو. ماشي يلا بينا نلعب اول دور مكتبه نسخن بس في الاول. يلا بينا. هما العيال دول ناموا ولا لسه يا حاجه؟ ايه اللعب ابوك؟ يا نهار اسود نام بسرعه نام. ايه يا ولاد الكلب بيضحك عليا؟ ماشي بس على مين؟ والله انا عارف ان انتوا لسه صاحيين. حاضر بسرعه. ماشي جدعين، عشان دخلتوا لقيتكم نايمين وسمعتوا كلامي لاول مره، اول لما تصحوا انتوا الاثنين يكون عندي فلوس. بجد يا بابا؟ كام بقى؟ الله الله تعاليلي، ده انت يومك اسود معايا النهارده، بتضحك عليا بتغفليني؟ على الله كل التاني ده كمان صاحي، يومكم اسود انتوا الاثنين النهارده. ايه ده في ايه؟ لا ما انا مش هتضرب لوحدي يعني، ما هو باسم صح هو كمان برضه. يا واطية، هو ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه؟ لا واطية يعني. طب انت اتغبيتي؟ البسي غبائك لوحدي، انا مال انا؟ لا يا حبيبي، ما هو لا نعيش عيشة فل نموت احنا الكل. ايوه فتانة يعني، الله اكبر عليكي. الفتنة حلال بالاخوات يا حبيبي. ايه ده في ايه؟ الحق ابوك بيتحول. ايه يا بابا في ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ اهدى بس هفهمك، اهدى بس. على فكرة انا ممكن اقول لك حاجة، احنا ممكن نعمل كده وننام واكيد ما فيش أي حاجة حصلت عادي يعني. ايوه شفت سهل اهي يا بابا. يلا تصبح على خير انت يا بابا. بيضحكوا عليا انا؟ ده انا بابا يالا انت وهي يالا. ده انا هعمل منكم بطاطس الصوابع وهوزعها رحمه ونور عليكم تحت في الشارع، ده انتمكم اسود معايا. وهبدا بيك انت الاول عشان تبقي ترد اول واحده حلو. يا مديه يا اخيره تعالوا لي.